صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. مقطع انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشيخ وليد مهساس الذي صعدت القطة على كتفه وهو في صلاة التراويح. وبالرغم من أن رد الفعل الانفعالي في هذه الحالة هو الارتباك من تحرك هذا الجسم الغريب وهو في صلاته، المفروض أن يبعد هذه القطة باليد عن جسده، إلا أن فضيلة الشيخ كان عنده ثبات انفعالي في التعامل مع هذه القطة لدرجة أنه ضمها بيده وساعدها في تسلق جسده حتى لا تسقط على الأرض. ومن رأى هذا المقطع يلاحظ أن الشيخ لم يتلعثم في قراءته ولم تتغير نبرة صوته وكأن شيئا لم يكن، وليس هذا فقط بل كان أرفق بالقطة ورحيما بها. هذا التصرف سبب انتشار المقطع في ثواني لدرجة أنه غزا كل وسائل التواصل الاجتماعي. العبرة ليست في هذا الحدث ولكن المتأمل لهذا المشهد وكيف أن هذا الفيديو انتشر انتشارا عظيما في القنوات والفضائيات ووسائل التواصل في كل دول العالم. المتأمل يرى أن هناك شيء غير عادي في هذا الفيديو والمتداول بشدة في كل مكان، أو بلغة أخرى هناك رسالة ربانية بين طيات هذا المقطع لم نقرأها بعده. المتأمل في هذا الفيديو يجد قول الله سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الرسالة كأنه خطاب رباني لجميع الناس يبين لهم أن الحجة البالغة وصلت لكل مكان ولكل الناس وسمعها الناس في كل مكان، إنها حجة القرآن العظيم. كأن الله عز وجل يريد أن يرسل للناس رسالة عبر هذه الأسباب التي نراها. لكن العبرة أن نسمع هذه الآيات. كم من الناس سمعوا هذه الآيات وكم من الناس سمعوا هذه القراءة الطيبة بسبب هذه القطة. فلله في خلقه شؤون. حجة الوحي المنزل كتابا وسنة حجة بالغة ترفع العذر عن المشركين وقد وصلتهم وأقيمت عليهم جميعا، فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن الله حكيم عليم عال لما يريد سبحانه وتعالى يبين للناس طريق الحق، فمن آمن فقد نجا. فلله الحجة البالغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.